العشار والشعور نحن بهاللحظة. الشكر للي خلقنا بحبنا أكثر من اللي خلفنا. قعدت كم يوم أسبوع بهالنبع باسم الأردن واسم عمان، فيها كل شيء. شو ما طلبته لحوي بالقلب، حط بيت الله، كل الكتب، كل شيء بدكن إياه. بس محمد طلع الجبل، ما قال له الجبل تعال عنا. فإذا الدعاء المستجاب من القلب بيجي على الجيب. هلا أنا بلبنان ببيتنا، بيت صغير، أفقر بيت وأغنى بيت. شو ما بدكن هون موجود، بس تفوتوا. إذا فات الحرامة بيسجد للسجود. كلنا فتشوا بيتكم وعزلوا تعزيل. تعلمت من بيت الله. بتشوفوا عند محمد كيلاني، شوفي ما شي موجود إلا اللي عايزه. بدق موسيقى، بيرسم، بيكتب، بيروح عند كل أصحابه وبيزورهم وبيساعدهم. ما حدا بيقدر يفوت على بيته إلا الإنسان يلي رايح من قلبه. الدعاء المستجاب بالقلب. كلنا أخوة وكلنا عباد الله. أنا ببيتي هلأ على التليفون عم بتمشى، لأن اللابتوب الكبير يلي بستعمله احترقت. الواحد بيسموها شارجور مدري شو، أنا ما بستعمل بالتكنولوجيا أبدا، حذفه ومحو، ما عندي صرفه نحو. فإذا عم بحكي على التليفون وببعث لكم الإيميل بالإيميل يلي حضرة كانت اليوم الساعة 7 على التلفزيون الجديد. كل لحظة منخلقه من موت من جديد جسديا، ما في نفس مثل التاني. الله خلق الخلق، بكل خلق في خليقة وفي جيفة وفي خليفة. كل نفس بتعرفنا مثل الندى، نقطة المي بتعرفنا على المحيط وبتعرفنا ويا محيط حيط. ما بقى بدي حيطان بين الإنسان. بتطلع بعيونك بشوف مريم، أنا مرآة لإلك، امرأة ومرآة، نعم ومرر. فإذا بدنا نزرع السلام عليكم. 11 حرف وعليكم. واو، كتاب معين الدين الشستي ما لقيته بلبنان، قال ممنوع. وبالبلدان تانية عربية ممنوع، ما في شي ممنوع. لقيته هالكتاب وغير كتب موجودين ب نعم عمان. كتاب ما فيني خبركم شو هو، أنا سكرت بس شفته عندكم. ما في كتب ممنوعة، كلهم موجودين. يا حبيب قلبي رح ابعث لكم، ما تشتروا، رح اروح على موقع بيت الله. فاذا مين اللي جوين احنا؟ نحن شو اسمه كتاب؟ نعم، A Bird on the Wing. ما فيني خبركم. قال لي واحد هيدي كل كلمة، كل قصة، كل حكاية عم تحكيها موجودة في القرآن الكريم، وهذا كتاب الله. ولكن في كتاب تاني، سيدنا هاجر، كتاب زمزم، كتاب السر يلي بالقلب. كلنا عيال الله وكلنا عائلة ملكية، ليش في حرب؟ تعود نعمل مصلحة أو مصالحة. وما خلقت الإنس والجن إلا للعبادة، صرنا عبادة. يعني ما فيني خبركم اديت على الفدت من مطار البيروت لمطاركم وبعدين بالرجعة. أطفال مريضة، أنا ما فيني شوف ولد مريض ومعاق بسببنا. ليش؟ أنا جسمي ما بيحمل 2000 كيلو، كنا 300 مليون قبل المسيح 2000 سنة على أيام بودا، وكلهم حكيوا نعم عن الصليب يلي من خشب بقلب كل إنسان. وما خلقت الإنسان إلا نعم لزرع الشر أو الخير، وأنت تحول الشر إلى خير. خير الكلام ما قل ودل. سرمية واحدة بتأديك، وبدل 2 3 قد ما بدك. هلأ برد، عنا كبوت، عنا جاكيت،
كل عيني كان يطلع بنص كم وأنا برداني وصار برداني. بدي أقول له لك إلاني علمنا كيف عمل هالخبز وكيف عمل هالزهورات. هلأ كلهم عم بيقولوا شربوا زهورات من الينسون إلى الزهورات اللي هيك وهيك وهيك بهالعطورات عم بيحطون. مريم حكيت نفوتوا على اليوتيوب وشوفوا مريم شو قالت. غفران. نعم كلنا عنا هالعلم. لحو حطوا زرعوا بالطفل طلع الجنين ما حدا قال له كيف بدك ترضى، ما حدا قال له كيف بدك تضحك وتبتسم وتبكي. وإذا مرق بيو هز إيده بثلت الحلمة وبقله شو بدك فيها. لا إذا أنا عم بحكي معيك ربعي حولي. هلأ أنا عم بحكيكم سيارات الإسعاف الإسعاف الإسعاف. حطيت ببيتي زهور اصطناعي سيليكون. ما في أكل ما في سيليكون، ما في عطر هيل بترشوه الشحابين على الطريق ما تشحدوا حدا. ما رح يسمعوا لي، أنا بالخطر بغطي عيوني وهيك وبمشي بالأرض. بس حطوا بيت الله وما بدنا غيره، اللي قاعد مع الله ما بده عبد الله. ولكن إذا منحط أكثر من موقع منوقع ومنرتفع. أنا بس رجعت من أمريكا زيارة على لبنان والأمة العربية، كل بلد لقي شخص اثنين ثلاثة ساعدهم مش بالملايين وبالمليارات. ما فيني قلكم معنى المليارات سر كبير رح يكون بليبيا. تعي رجعي على ليبيا هيدا بيو قال هيك، جيبوا مريم نور الموت الرحيم كيف ماتوا هالحكام، كيف عاشوا الخلفاء الحسن والحسين. هلأ ما بقى في مثل المسيحي، في إنسان حسن وشربير وخليل ورابعة وزينب، عم بيسموا كتير زينب بلفزوها وحرف الواي. أحلى كتاب الله زد زينب بالهند. والحبيب هل عم بيقولوا الحبيب؟ عم بيقولوا حي وخي وعين. والحبيب قال من 50,000 سنة في قبيلة بالهند، نعم، على منابر من نور. هالقبيلة باطنيين ما بيحكوا، عندهم الكشف وعندهم الرؤية، منهم ناطقين، بيشوفوا كل شيء قدامهم. أنا شفت الشمس وأنت شفت الشمس، أنت شفتها من قلبك وأنا من قلبي، وما في نظرتين مثل بعضهم، معلوم والمجهول. أنا عم بحكي على التليفون هلأ وعم بتمشى بالبيت لأنه هيدا بيتنا وهودي إجرينا وطقوس. إجا واحد تيموت عندي أخته راهبة وبيو من أغنياء لبنان وكله، قال لي بتحرقيني؟ معه إيد. قلت له إيه في مطرح بحرقك، سألتهم يكرم عينك. هلأ صار في بالإمارات وين ما كان معابد للبوذيين، وفي ناس بيحرقوا الجدة ترجع من التراب إلى التراب، بعد موجودة بأمريكا هون وهون. فإذا كل واحد قاعد جمعة قلت له ما في كهرباء هلأ تطلع، قال لي أوتوز. طلع أجري وجدت وحدة عمرها 9 سنين وعم بتموت وأمها طبيبة أطفال وصحت عندي. حطوا زابر، حطوا هولدا كلارك، حطوا أورغان بوكس، فوتوا على جوجل وانتوا فتشوا. ما تسألوني اللي بيبعث لي إيميل أندرسكور ما أندرسكور فأندرسكور، ما بجاوبهم أبدا، ما تضيع وقتهم، ما تكون ما تفرض حالك على حدا. أنا بدلك عن نبع، بعطيك مفتاح، إذا ما فتحت بيتك أنت بدل شقتك حديدي. مشان هيك نحن اثنين بلبنان أو ثلاثة اللي هيطلوا واحد منهم فل. مشان هيك أنا بحب أعيش بالأردن باعتمادك يا رب، نهر الأردن، بالأردن، بسوريا، بالكويت، بأي بلد، بالسعودية يا حبيبتي. خلاص هودي أخوتي كلهم. فإذا كلنا عنا هالعلم وهالفهم 7-8 أيام بتشيلوا المرض شو ما كان. المرض أكبر مرض هو الجهل، والإنسان عدو ما يجهل. أنا جبت السرطان من تمي وبشيله من تمي. غذاؤنا دواؤنا ودواؤنا غذاؤنا. خلاص ماشي أخوتي، بدنا ننشر هالأمراض. نحن دورنا السلام عليكم. كيف بدنا نحط هالسلام؟
فإذا كل واحد منا نعم عندكم كتير إيميلات وهيك وكلهم ما في عنا إلا الخير، شيلوا هالشر خلص. يا حبيبة قلبي، يا حبيبة قلبي، شوفوا دانا، شوفوا هاي الناس يلي موجودين عندكم بالأردن، خدوا إيميلاتهم كلهم بعتولي، هلأ بيبعت لي إيميل وشير. نعم نتعامل مع بعضنا كلنا، فإذا خلينا نترك بعضنا شهر شهرين وشوفوا كيف بنشتاق لبعضنا. الشوق والشوق بالكاف تعلمنا من النحل، ولولا سلمان الفارسي ما قدرنا شفنا هالعلم. هو حبيب قال له يا سلمان دون هالعلم، العرب ما بيقروا، اقرأ أيها العربي لنا. نعم فإذا نحن بدنا نجرب نشوف إنه ما يكون في حدا معاق بقى، هودي معافين. بتروحوا على سوريا وبتشوفوا زينة بسوق الضيعة، نهار السبت بتاخدوا كل أكلكم وغراضكم وما اضطرتوا بصرامة انتوا ماشيين، كلهم حتى الهوستس تبع الطيارة عم بيطرطقوا بصرامية. قلت له إذا انتوا عم تعملوا هيك وين هو هالطيارجة؟ مين علمك تعمل الطيارة؟ العصفور. وانت يا فورد مين علمك تعمل السيارة؟ البقرة. وشو صورة هيك في أم أبيها؟ حطوا صورة مريم فاطمة وقت اللي قال لا ليه بكيتي؟ لأنه سبقنا. ولا تحكتي لأن أنا أول الناس لحقته أم أبيها، ومكتب لي ادخل آمنة. ولما الحليم السعدية عم بتربي أن ننتبه في إشارة منها الصبي، هيدا ما هيدا طفل مميز عالميا، قالت له أنا شفته كمان. فإذا نحن ما بدنا نكون عندنا أمراض هالقد، نتعلم من الألم ومن القلم. بس يعني قال له دادي يعني شو هيدا؟ جارنا بيجي لعنا ليش؟ قال له لا بيجي. قال له أنا رح أسألك دادي، غير مفتاح البيت، أنت بس تروح من هون، هو معه مفتاح جارنا وبيفوت لعند الماما مثل ما أنت بتفوت لعند الماما وبيسكروا البيت. ونحن مع مين بدنا نحكي ومع مين بدنا نلعب؟ أول يوم راح على المدرسة الولد جاء قال له ما حلو المدرسة، ما خلصيت يا دادي، قال بدنا نرجع بكرة. فإذا هلا فوتوا على اليوتيوب، شو بدكم تشوفوا؟ مريم نور شوفوا، في كتير معي بيكونوا على اليوتيوب، معلش نتعلم منهم كمان. منين تعلمت الأدب؟ من قليل الأدب، هيدا علمني. فإذا تعوا نقرأ ونعرف كلنا انجليزي. انا انبسطت عندكم، حسيت انا بلبنان مني بالاردن، باعتمادك يا رب في نهر الاردن، حسيت في كل شيء امريكا شو فيها بالاردن، في اشياء مني موجوده بامريكا. يعني نحن بعمان يا حبيب قلبي بتعم وبتلم، انت الام وانت البي، امكم الارض وعمتكم النخله. أنا وجاية على المطارات بالروحة وبالرجعة تأثرت كتير إني شفت في هالقد مرض. الكتاب اسمه Your Face Never Lies، وجهكم ما بيكذب، من سمائهم تعرفونه. بس ما بنقرأ، كلهم قاعدين يشربوا مشروبات غازية والدخان، وفي هالدخان الاصطناعي عم تأذي حالك وعم تأذي غيرك. خلاص شو هالأكل اللي عم تاكلوه؟ شو هالسندويشة؟ ما في خبز، ما تحطوا عطر. نعم أمريكا هيدا دورة، الشيطان هيدا دوره، ونحن السبب. كلنا بد فيك تاكل كل شيء، أن ترى الله في كل شيء بالشر وبالخير. مشان هيك علم الطاقات التسعة 9 star كي، ما بدي أبعتكم يا بالعربي لأنه مترجم، الترجمة رجمة، وبعدين حاطين الحرف العدد يلي سنسكريتي، اكتبوا ده Arabic number 1, 2, 3, 4، هيدا خط عربي. تكبر عندنا الحكمة، ليه المرة بتعيش أكثر من الرجال؟ لأنه الرجال عم يركض 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 تجيب مصاري، يركض 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 يركض، حتى وين راح خرافة.
يا حبيبي من بعد كل هالأبراج تحت الأرض. نحن رايحين على البيت تيتا، من جسر لجسر، من ممر لممر، إن شاء الله كلنا هلأ نعرف وين درب الرب، وين درب القلب. كل المدارس غيروها، كلها المطبيت والمكبيت، خلص عندك بدلة وعندك سرمية اثنين على كتير. فإذا نحن السبب التبذير المبذرين أخوين الشياطين، وهو اللي فسروا علماؤنا، شرع علماء منا تخرج الفتنة وإلينا تعود. اجعل حالك عندك هاللحية وهي، تركها هي تكبر وهي تنهر. بس أنا قبل اللحية، ما لحيتك خرجت من لحية حرمة، وهي أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك إلى أبوك بعدين، هو عارف هيك. تعرفوا اللي فات على بيته وعاد يقرأ جريدة، فاتت مرته لقيت بوط النوم أربع إجرين، راح جابت لمدقة الحجر وصارت تضربهم تضربهم تضربهم، وطلعت قلت أنت ليش قاعد هون؟ قال لها إجوا أهلي برد. قلت أنا خليني بأوضتنا فيها دفى، إن شاء الله تكوني كرمتيه. وهيك قال لها جايين أهلك يتعشوا عنا. عملت أحلى عزيمة، بعد شهر قال لها جاي أهلك يتعشوا عنا كمان. قالت له بس هلا ما فيني ومدري شو وقت، صار يجي أهله هو، ما بدك تكرم وتكرم أهله، ما هودي أهلنا أهلا وسهلا، بدنا جماعة بأمة العرب بأي بلد، ما بدنا المال موجود بالمليارات، ولكن بدنا إنسان. هالإنسان اللي حين الصليب من خشب، ليس الصليب حديدا كان بل خشبا. كلنا بنحط أسماءنا يلي بتتناغم مع الطاقة اللي فينا، يسن خلقها جسد، تجسد المسيح وصار إنسانا. حيث أنا قلبي كل الوقت قاعد بالأردن بعمان، بهالمكتبات اللي عندكم، بهالمطارح اللي بتبيع شو مبدأ من الأكل الطيب، شو هالمطعم حازم، ما زال في ناس مثلك، تلفزيونات كلها لنا صدقة، ما بدي شيء. بيجي ماشي إذا ما معي تكت طيارة ما تخاف، صادق الله بيرزقه، أنا هيك عايشة، كل شيء صدقة، كل عمل، كل وسائل إعلام نشوفه فيه عيب، شو هالوسائل الإعلام هشك بشيك. خلص ما في غير النيو تي في بحط مريم، وما حدا بيسترجي يحط مريم، أي ذنب أضربه بقلة سرمية. ما فينا، ما بدهم الحقيقة، الفطرة خطرة. هلأ ما بدنا على كف إيدك بنت صغيرة عمرها سنة، ما فيني إلكم كم لغة بتحكي، وما حطت لها مصاصة، قالوا لي إنه اليوم أخذوها على المستشفى وبدهم يشيلوا لها عين من عيونها. هيك المرة هذيك بعت عين ابنها $10,000 وراح تعمل شوبينج هون بلبنان، وقال لها ايه الابونا والشيخ وكله. هلا كلها مصلحة، وين مصالحة؟ وين عم نصرفه؟ اول 30 سنة منجمع مصاري بعدين منحطه على صحتنا، وين رايحين؟ لوين رايح يا رباح؟ يا حبيبي ولد صغير ما عمره سنتين كتاب لقاله كتبته بالإنجليزي في حرية أكتر عندي. Where are you going? Go in. خلاص رحلة داخلية، جلوتي في خلوتي وخلوتي في جلوتي. ببعث لكم إياها اليوم، A bird on the wing، ببعثها لكيلاني وكيلاني بيبعثها للكل. كلمة واحدة بتأدينا، وما بدنا أكتر من هيك. ورجع منلاقي لابتوب كبير، منلاقي شارجر، منلاقي في عنا تواصل بالأصول كلنا، ما بدنا مكانات. كنا من زمان درب الحمار بس، ميل مد إيدك، كنا ناكل الفتوش بالخبز، ما كان في زبالة. من النفايات هلأ عم نعمل سيارات وطيارات، ومين بده يطلع مصاري أكثر من النفايات؟ كلهم بيعرفوا هلأ هذا البحر بلبنان شو فيه، البحر اللي عندكم. قال له أنا عندي بحرين
بروح على البحرين، بحر إلي وبحر إلك، بروح على إيران، بروح على الشيشين، شيش إلي وشيش إلك. هذا بس ما تروح على إيران يعني، مهضومين، لغتنا غنية كتير. أم العبد وأبو العبد وأنتو كمان، بلد بلد احكي لبكة، خليكم فيها دبكة، برقص يا حبيبي. كلنا بدنا نكون هيك، كلنا للوطن، ما بدنا كلنا للبطن كمان. هيدا الرجال اللي غنى بدي وطن يا حبيب قلبي، انت بدي وطن. انا بحب العب باللابتوب هيك صغير عندي، بلعب في العاب يعني سوليتير ومدري شو هودي، بس ببعت ايميل. هلا انا عم بحكيكم، انتوا عم تحكوا من خلالي وانا عم بسمع من خلالكم. الامبولانسات الاسعافات اللي عم تمرق 99% منا اسعاف، بيبقى مارق شي وزير شي هيك شي هيك، بمرق الاسعاف قدامه تيفتحوا له الطريق، طيروا عن صاحبته. قالوا له للاطباء كل ما بتبيعوا ادويه بنزيد لكم المعاشات، بيعوا ادويه كثير كثير كثير، فطاتوا دواء، اعطوا دواء، اعطوا دواء، واعطيهم مصاري، خذوا نسوانكم وروحوا رحله. بس اجوا سالوا نسوانهم كيف كانت الرحله، ولا مره راحت معه. سالوا كلهم اي رحله، بدي اخذ مرته، مرتي مرته، مراره كبده، مراره المراره. خلص اول يوم بتجوز، ثاني يوم عمل غنية اسمه العريس، حلو كثير، يضرب حاله يضرب حاله، من اول يوم عرف انه غلط. خلصنا والطلاق ابغى الحليل. يا حبيبي اتيت لاتمم مكارم الاخلاق، راحت الاخلاق. انسان بدون اخلاق ليس انسانا على الاطلاق. نعرفهم هو مريم، بعتي لنا شيء جديد، انتوا اموات. احلى كلمه بيقول لي اياها المسيح، مريم دعي الاموات يدفنون بعضهم البعض، ما بنعرف ندفن. هن الاموات خليها تدفن، 99.99 اموات. شوفوا شو عم بصير بباريس، مش بس بالامه العربيه عم تنطفي الانتفاضه، هلا لازم تكون من جوا مش من برا. مين اخوتك يا محمد اللي حبوني وما شافوني؟ يا حبيبي ان شاء الله تكون حقيقه، لانها بقلبنا الحقيقه. مثل ما في كنيسه عيسى ابن مريم، كمان عملوا كنيسه للحبيب محمد، كنيسه لمحمد، كنيسه محمد. خلص كنا هيك الكنيسه، شو هي تيتا؟ هي القبه فوق راسنا لحيه، كنيسه سيدنا ابراهيم. اللي أنا حنفيين عندنا قرآن ببيتنا، والقرآن الحقيقة الحوي فينا وفينا انطوى العالم الأكبر. أي آية؟ أنا في هود اللي تحت الثلاث سنين ما فيني إلكم شو ببعتولي، كتبولي القرآن هن بأصواتهم وحركاتهم. اللي أنا مني أعرج، أنا عم برقص تيتا، وانا مني بتأتي وتأتي، انا عم بغني. وتركته اخته يمشي وحده، حده هي ماشي. نحن اليوم الخادمة بتروح بيتكو، ما بدن لانه ولا بي، ما بيعرفوا امهن وبيهن، ما بقى في عائلة، صارت علة. وبتعرفون ككلمات نحن بنشوفك انا من اتباعك، لا حطوا نعم Diet for a New America جون روبنز وبيو باسكن روبنز. واجوا الأحفاد وعرفوا انه الشر عم بكب كل يوم. هلأ ابني انا وعم بحكيك ونفتحت الباب هيك شوي شمت الريحة سعلي، اول عطسة الحمد لله، تاني عطسة يشفيك الله، تالت عطسة يرحمك الله. خلاص القلب مبعوص بجيبة، كل الجسد من التراب إلى التراب، كومبوست للأرض. بزت الشيطان مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة بالنهار وأكثر، ما بقى فيه كل شيء ملوث. إذا بتجوا على الأشرفية بتشوفوا في أشرفية بالأردن، يا حبيب قلبي كرم دوارة
عن أود عنب. يا حبيبتي كنا هيك ما نعرف مسيحي مسلم. يا الله قلت أنا شو هالبلد الحلوة هيك. هلأ صرنا نعرف بناكل فواكه. بس I love the fruits. فيك تاكل بس لا طعام على طعام. وبتشوفوا بالطيارة الأكل اللي قدموه كله ولو يعني first class و second class. أنا بآخر الكلاس بس الكلاس شو هو؟ قلت له إذا طيارات العمة العربية بدها تقدم هيك خبز مسقع وجوه الجبنة مسقعة دفون على القليلة خلى الناس ياكل أكل سخن يمسكوا شي سخن بإيده. قلت لا لسنا نحن عطيونا إياهم باردين هيك بيعطونا للطيارة. هيدا كلام إذا ما كانت اللي عم تخدمي هيك فلات وعم بتطرطق سرميتها وبتمرق هيك وبتبتسم وما بيشغلوها وين ما كان لازم تكون هيك. فإذا كل واحد منا مسؤول عن جسدك. بس عبي رحم هالأم حولين سنة اللي هن بس رضعتك ما رضعتك هلأ كلهم ببرونات وحليب اصطناعي بجيبوا حليب مركب جي ام او جينيتيكلي موديفايد كلهم بياكلوا همبرجر شو هي هاي كنتاكي فرايد تشيكن كيلينج فود كومباني بيعرفوا انها هيك بياكلوها وتعود اللسان. بس انا مش اللسان انا انسان شو معي بنزري شو دوري شو جيت اعمل. انتبهوا وين بتحط ضفيرك بس تقصون وين بتحط شعرك كله. في كتاب اسمه ناجتس شو حلو امثال وهيك كمان في كتب بالعربي حلوة كتير مش بس للإمام علي أو طب النبوي الشريف أو طب شو بدكن لفلان جودة سعيد بعده حي. ألف حكمة هلأ معي كتاب بإيدي للإمام علي هيد فيها نقطة هي ما فيها نقطة هيدي خلاص من دار المرتضى بيروت اسألوه. وفي أبو العبد وأم العبد بالعربي وبالإنجليزي كتير في عنا كتب كتير أغنية بيوتنا بالكتب. الثورة الخفايا سر الأسرار هودي كلهم موجودين عبيت الله. اسألوا محمد كيلاني وبالإنجليزي كذا ألف وألف وألف ومليون كتاب. إيدي هلأ في كتاب اسمه إيكاب أوف تي تي شو هو الشاي اللي بتشربه شاي دال بالهند. أنا الزهورات اللي شربتهم عند محمد كيلاني ما بنساهم. ما فيني إلكم كم مرة بتروحوا وبتفقدوا جسمكم من الحجار اللي بتطلع من الزوايا إلى سنين قاعدة كلوا كل شيء. هي أمنا الأرض هي اللي بتدعمنا من الصبير للزهورات للأكل لحمة. تعرف ذكر وأنت بتاكل لحمة إذا ما بتعرفوا بالذكر وبالأنثى ما تحكوا بالعلم أبدا. فوتوا على موقع بيت الله وبكرة بس يتصلح عند اللابتوب هون وهيك كمان حط مريم ات مريم نور دوت كوم مش دوت كوم دوت مخلص ومخلص الإخلاص. كل يوم قد ما فيكم روحوا مشوا حافين يلي عنده رمل يلي عنده تراب كنا ننام على فرشة يا فيها صوف من الخروف أو فيها صوف من المعزية أو فيها تراب أو فيها رمل. واحد قال له للملك أنت خروف. قال له أنا خروف. قال له إيه أنت خروف ونحن هون نملة عطيز الخروف تحت الملك. هيدا هو الخرفان. كلنا خرفانين منخرف. شي طبيعي انه نخكر فوق الطبيعة نكبر واللي ما عنده كبير يشتري كبير. فإذا اليوم اليوم شو هو مش 24 ساعة. اليوم هو المقام اللي عم بتعيشه بهالجسم. كل لحظة نيالي عنده كتاب ما حدا فيه معك ونيالي عنده صديق بحب وقت الضيق وبحب وقت الفرح وبحب وقت الطرح. نعم
كلنا لازم نعرف وين بدنا نروح لوين رايح. انا اوروبا رايح اعمل شهر العسل هون شهر العسل هون شهر العسل هون، ما واحد راح لعند الشيخ وحتى يتجوز يطلب، لا عم بيقول اعطيني تذكرتك انت وانت وانت وانت. اخذ تذكره واحد وقال له ليك بدك تعمل شهر العسل، قال له باوروبا بدك تعمل هيك هونيك بدك تعمل هون. بعدين الشاب الصغير اللي راح الشاب قال له انت شو بدك، قال اعطيني الهويه تبعي ما بدي روح ابدا مثل ما بده الشيخ ومثل ما بده الخوري ومثل ما بده. ولا عند الارمن وعند اليهود وعند النصارى شو ما بدكم، كانت زوجتك نفسي فهل قبلت؟ خلاص بتروح لعن مرتك اليوم وهي بالكومة وما بتعرفك، انهم بس انا بعرفها وبياكل هو اياها، بيعرفها مش بس بالجسد السجود اللي فيها. كلنا انا خلقتك هلا بدك تضلك تهتم فيي، فهمت؟ من هلا انا روح وموت منك ميتة، بس بعد ما اندفنت خلص عارفين لوين بدنا نروح. بنبسط إذا بتبعتوا اليوم كلكم، ببعث لكم الإيميل، ببعث لكم هيك، وبس تصلح اللابتوب اللي عندي خلص بنقعد وجها لوجه. شفتوا كلكم بيتي، يا بيتي ويا بيتيتي ويا مستر لعوي بيتي، فيك باكل وفيك بشرب وفيك مش بفرشخ جغيتي بضبه وبضب شعري، هلأ كله شعر منفوش سحر وشعوذة هيدا. بس من هون منتعلم كلنا عنا مزهر وموارد وقصعين وأنواع كتير من العطورات والمؤطرات، هيدي كلها بتشفي أمراض كتير خصوصي مرض العين البصر والبصيرة. خلص إلي سنين أنا على التلفزيونات بحكي كذا لغة، بس نحنا ما بنقرأ ما بنقرأ. قال له شكرناك وحمدناك بس أنطون لا مهضومين. كلنا بدنا نفتح الكتاب بالقلب بالقوم مثل ما بدكم، أي سطرة أي سطرة أي مسطرة أي شو ما بدكم موجودين. تعرفوا تعملوا جوجل، تعرفوا تعملوا هاي، إذا بتفتحوا التلاجة أو البراد اللي عنا، أنا ما عندي لا غسالة ولا كله مغسل على إيدي يعني، تعالوا شوفوا البيت كله، ما عندي مايكروويف ومدري شو، ماشي عندي مكوية إيه بكوية أشياء بسيطة وخلص. في عندي صابون، صابون بلدي وببرشو، وفي هلأ بالأردن شو ما بدكم أحلى شيء أورجانيك، ما في شيء أورجانيك 100% مثل من 100 سنة، ولكن في ناس أشفق زوب من غيره بيضلوا هيداك الزيت 99% هيدا 80. وما تصدقوا تروحوا لمطرح هيدا بتعلم يوغا وهي بتعلم هي أبدا، كبون كلنا يوغا هو علم الروح. خلص هي النوايا هل عم بيطبخوا بالمطاعم، وين النوايا؟ المهم حاطين برنايطة عراسهم ولبسين كاسكات ومدري شو هيك، وبينطوا من موتو لموتو من سيارة لسيارة. لو هو كلهم بيشفوا ليش عم بزيد هالأمراض؟ ليه عنده كذا مستشفى وكذا برج؟ وينني أولاده لهم عم بغنجون وحملون وجايبلوا الموبايل؟ هني عم بيشغلوا أولادهم اللي تحطوا بالمدرسة، حتى يحط ابنه بالمدرسة بيأكلوا من الزبالة وما فيني أخبركم شو عم بيعمل يعني بابنه، قال لي هيدا ابني أنا حق من غيره. وهيك البيات والأمات. فإذا شو بدنا نعمل؟ ما حدا بيعرف، عرف لمن عرف أنه لا يعرف شيئا وغابت عنك أشياء وأشلاء. خلص هلأ في رابطة أصدقاء كمال جنبلاط بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش آيبرت في مؤتمر هيك إنه اليوم عيد ميلاده وعيدات وبيجتمعوا من كل العالم. أنا رح أكون معه مش تنجتمع ونحكي عنه، لا كمال جنبلاط هو أفاتار كمان مستنير، هو راح على الأردن وتعلم عند قبيلة بالأردن بعمان وكان صغير ومتقول له يا سيدي، ودرس مع عند الرهبات وعند الرهبات
كلنا بنتعلم من بعضنا. مرداد يا حبيبة، هاي النعيمة، جبران لو بقي هون كمان قتلناه. هلأ الجرس عم بيدق تبع الكنيسة وارتفع الأذان، يعني أهلا وسهلا. ها أخوتي وها أخوتي، هيدا أنت أنا، بسم الله الرحمن الرحيم. ما في حرف إلا موجود بلغتنا بأسمائنا بالأم العربية. اللي عم بيدق الجرس عم بيدق وبقلبي. هلأ عم بيبيعوا جتت، راح تشوف بيو مدفون من 3 أيام، بيعوا $100 للمطعم مش للتشريح. لحم الإنسان طري. فإذا كلنا هلأ شو بدنا نعمل؟ ما عنا عمل إلا نعم قد ما فينا نزرع. السلام عليكم، معنا بذرة نزرعها. عمل عبادة مش إبادة. شو عم نعمل كل لحظة بكل نفس؟ وفروا مي قد ما فيكم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. خلص كل يوم. هلا أنا بودعكم وبقولكم رح نكون سوا، ونحن موجودين بالهوا وتحت الهوا. وقد ما تشتت دنيا تيتا، ما بيقولوا جراما، تيتا أهيك. رح يضل البحر مالح، رح يضل الشتي حلو. ما تتأملوا خير من حدا أبدا. اعمل منيح ولا تكب البحر، خلص. لا ترموا مجوهراتكم للخنازير، ما تشحدوا حدا. كلهم معهم فيروس اجوا تيزرعوا بأمة العرب. نعم مسيح عليكم كلامنا، نعم نعم لا لا. وشو قال علي؟ تيتا علي is Allah's hand. الله ما عنده إيدي، الله بيستخدم إيدينا. اسمعوا لها الأولاد، خير الكلام قال ما قل ودل. كل الخلفاء كيف عاشوا؟ هني الأحياء كلهم، هني الأساتذة تبعنا وهني إخوتنا. فإذا اليوم صار عنا إذاعة وتلفزيون ببيت الله، وهالإذاعة هي اللي بتذيع من قلوبنا. هذا هو الصوت. أوقات في أصوات بشعة كتير، معلش نتعلم منه. حسنهم وحسن نفسك، قيلهم بالهداية. هلأ الحمد لله بكرة بنشوف إذا بقدر جيب شارجر لللابتوب، أو نشوف نلاقي طريقة، منلاقي حل. اعبد وتوكل. ودايما بتذكروا لها الطفل اللي قال لي كن عظيما ودودا قبل أن تصبح عظاما ودودا. الشكر لله، والشكر لكل إنسان ولكل شجرة اغمروها وبوسوها، ولكل حبة رمل. وما في خط مثل التاني، ما في قمضة مثل التاني. بشكركم، والغفران أقوى الانتقام. الله معنا وفينا.